في البروبابيلتي بنعرف ايفنتس، والايفنتس هي اشياء ممكن تصير او ما ممكن تصير، فممكن اعرف ايفنت A، ايفنت B، ايفنت C الى اخره، وكل هذا الايفنت ممكن يصير او ممكن ما يصير. اذا انا ما عندي حتميه، بدي اضطر اعبر اول البروبابيلتي انه A يصير هو 70% او 50%. ولذلك بنلاقي معظم الاكسبرت سيستمز بنتحدث عنهم they have to deal with uncertainty، لانه اذا بدي اعمل انا ميديكال دايجنوستس او كل الاشياء الايفنت هذا انه ممكن يصير او ما يصير بنعبر عنه بالبروبابيلتي اوف A happening. فالبروبابيلتي اوف A happening مثلا ممكن تكون 0.5 او تكون مثلا 0.6 الى اخره. في احتمال انه هذا الايفنت يصير او هذا الايفنت ما يصير، بنعبر عنه بالبروبابيلتي. بروبابيلتي لانه احنا ما عندنا علم كامل، فبنضطر نعبر عن هذه البروبابيلتي. بنستعمل كثير احيانا الفين دايجرام، والفين دايجرام بيساعدنا كثير نقدر نفهم بعض ايفنتس. فمثلا نعبر عن هاي المنطقه بالايفنت A، ونعبر عن هاي المنطقه بالايفنت A داش او A بار. A بار هو احتمال انه الايفنت ما يصير، و A هي احتمال انه الايفنت يصير، وهاي كلها بنسميها اليونيفرسال سيت. اليونيفرسال سيت هي مجموع كل الاحداث، لازم يصير حدث من الاحداث اللي موجوده هون. يعني مثلا لازم يا اما يصير A يا اما ما يصير A، فيش شيء ثالث، في شيء غير هيك. هدول الايفنتس بنسميهم ميوتشوال اكسكلوسيف، يعني اذا صار A بيستثني A بار، ولازم يصير يا اما A يا اما A بار. البروبابيلتي او اليونيفرسال سيت ايش لازم تكون؟ واحد. وكمان في عندنا ممكن نعبر عن السيت اللي هي فاي، اللي هي الامتي سيت، والامتي سيت اللي هي nothing، يعني زيرو مش موجوده هون، ف probability of phi بتساوي زيرو. اوكي ماشي. اذا هاي هي التعريفات الاساسيه، وبعدين بقدر ابدا اعرف الان ايفنتس اخرى. ممكن بعرف ايفنت ثاني، عندي الايفنت بي، والمنطقه اللي موجوده هون هي احتمال انه يصير A، احتمالات انه يصير A، وهاي المنطقه اللي موجوده هون هي احتمال انه يصير B. المنطقه المشتركه بينهم هي احتمال انه يصير A and B، واتحاد التنين هذول احتمال انه يصير A or B. فاحنا بلغتنا بنقول probability A or B. هذا ايفنت جديد، ايفنت جديد بقول الاحتمال انه يصير A او B، وهذا هون الاحتمال انه يصير A and B. هذول الاحتمالات، هاي احتمال انه يصير A and B او احتمال انه يصير A or B. هلا اذا عندي ايفنتس، إذا عندي events كانوا independent، إذا كان A و B independent، إيش يعني two events independent؟ تمام، بيعتمدوش على بعض. مش معنى independent إنه ما ممكن يصيروا مع بعض. يعني ناخذ مثال، مثال أحسن الأمثلة اللي أنا بحكيها على A B و independence. لو في طالب تاني بكلية الزراعة أنت ما بتعرفه ولا عندك أي فكرة عنه، لو جيت قلت ايش احتمال انك انت بكره تيجي مثلا 6 بالعشر، واحتمال انه هو يجي على الجامعه 0.4. لو احنا اجينا قلنا لو انت ثاني يوم انت اجيت، هل تتغير البروبابيلتي تبعته انه يجي او ما يجي؟ هو اندبندنت كومبليتلي، مش هيك؟ بعرفك شو بعرفه فيك اصلا وشو له فيك لهي. فاذا احتمال انه انت تيجي وهو يجي بكره هي 0.4 في 0.6 بتساوي 0.24. الكل فاهم هاي؟ تو ايفنتس لما يكونوا اندبندنت معناها الايفنت الاول انه يصير والايفنت الثاني انه يصير كومبليتلي اندبندنت، ما بتتغير البروبابيلتي تبعتهم اذا صار الاول. اذا الاول صار ما بتتغير البروبابيلتي انه الثاني يصير. لكن نفترض في عندي هون شابين صحبه كثير مو بعض. وين محمود عمر؟ مش انت صديقك محمود عمر؟ وينه؟ مش موجود اليوم؟ مش جاي، خرب البيت، خرب الاكزامبل. لو اجينا هذول اصحاب كثير مع بعض، احتمال انه اي واحد منهم يجي على الجامعه 0.4. لكن احتمال هو دائما بتاثر، محمود بيشوف اذا صديقه رايح احتمال بزيد الاحتمال تبعه انه يروح، واذا صديقه مش رايح بزيد الاحتمال انه هو ما يروح. بهاي الحاله لو فرضنا probability، انت ايش اسمك؟ احمد. احمد انه يجي، لو كل واحد منهم كان لحاله 0.4 وهذا 0.4، هاي لا تساوي. فاهم؟ لانه لما اذا الاول اجى تغيرت احتمالات انه الثاني يجي. اوكي؟ هذول بنسميهم ديبندنت ايفنتس، وكل شغلنا بالهاي راح يكون مبني على الديبندنت ايفنتس. لكن لو تو ايفنتس كانوا كومبليتلي اندبندنت، معناها بكون احتمال انه التو ايفنتس يصيروا هو حاصل ضرب التو ايفنتس.
ماشي، هاي نقطة مهمة جدا. هدول بنعبر عنهم بنقول probability of A given B، وأحيانا بحطوها probability of A، معظم الكتب بتحطها بهذا الشكل probability of A given B. يعني في عندي probability of A لحالها، وفي probability of A given إنه B صارت. خلينا نطلع على أمثلة. هاي probability of A، هاي probability of B. لو فرضنا إنه ال events هدول independent، فعندي لو صار probability of A given B، يعني إحنا نيجي نقول إيش احتمال إنه A تصير given إنه B صارت. لما B صارت وين صارت اليونيفرسال سيت الجديدة؟ كان خلاص إحنا تأكدنا إنه صارت B، فصار هذا كله مش موجود خلص، لأنه صار عندنا معلومات جديدة. فبي هي اللي صارت. هل ممكن A إنها تصير؟ ممكن، هاي في احتمال، مش هيك؟ فبتصير the probability of A given B، probability of A given إنه B صارت. هلا لاحظوا هاي كلها الشرط عليها اللي برا صارت، بطلت موجودة. شو ضل عندي؟ ضل عندي بس B اللي صار، لأنه إحنا إيش عمالنا بنقول؟ خلص إحنا متأكدين إنه B صارت. ايش احتمال هلا A انها تصير given انه B صارت؟ شو ضل A مساحه؟ A and B، هاي صارت هاي probability of A and B، بس هاي مقسومه على ايش صارت؟ وين اليونيفرسال سيت صارت الجديده؟ probability of، فكانه احنا عم نقول اذا صارت B احتمال ما صارت B. يعني اعطيكم مثال، مثلا ناخذ مثال ثاني. لو واحد له زميل مهندسين اثنين اصحاب، نيجي بنطلع على شركة معينة، ايش احتمال انه يتعين هذا المهندس في هاي الشركة؟ اي واحد مهندسين في هاي الشركة، خلينا الاحتمال 10%، تمام؟ هلا احتمال انه التنين يتعينوا مش اندبندنت هدول الايفنتس. ليش؟ لو الاول تعين هل بزيد فرص الثاني؟ لا، ما هو صاحبه بده يساعده. احنا هلا فارضين انه هو بده يساعده، هو راح يروح هناك راح ينبهروا فيه، راح يكون من الجامعه الاردنيه من الميكاترونكس، من دفعه الميكاترونكس، راح تنبهر فيه الشركه. ايش راح يقولوا له؟ في عندك اصحاب، جيب لنا اصحاب زيك، مش هيك؟ فشوفوا شو راح يصير. هدول الايفنتس الاثنين، هاي الطالب A وهي الطالب B، حتى ابينها فعلا انها اندبندنت، انها انهم مش اندبندنت. شوفوا شو راح يصير. هاي A وهي B، او حتى خلينا نصغرها كمان، راح اصغرها اكثر حتى تكون اكثر. انا راح احط هذه هون، راح احط A هون. شو كانت احتمالات الطالب A انه يتعين؟ هذه A وهاي B. قبل ما B يتعين، بغض النظر عن B، ايش احتمال انه A يتعين؟ 10%. هي هاي المساحه تبعت A مقسومه على مستطيل الكبير اللي هي تقريبا قديش؟ خلينا نقول مثلا 0.1. ايش رايكم نحطها 0.1؟ probability of A هي 0.1، وB نفس المساحة، فايش احتمال انه B يتعين بالشركة؟ كمان تقريبا 0.1، مش هيك؟ هلا شو بنيجي بنسأل، بنقول ايش احتمال انه A يتعين given انه B يتعين؟ لاحظين نطلع شو صارت لها، وين صارت مساحة انه A يتعين؟ داخل B. هاي المنطقة، بس هاي ايش راح تنقسم؟ على بي. اذا شو احتمال انه A يتعين اذا بي تعين؟ شو صارت؟ اكبر من 0.1، يعني يمكن هاي هلا صارت تقريبا 0.8، فصارت probability of A given B هي 0.8. السبب ايش؟ ليش ما صارتش 0.1 في 0.1؟ لانه عندنا هون، عندنا في هون في ديبندنس، في احتمالات، في هون الاحتمال من A ل B انه اذا B تعين راح يساعد A، واذا A تعين راح يساعد B. فالمساحة تبعت هذا الخط المهشر على B صارت أكبر بكثير مما كانت لهاي، فالفرص زادت. ناخذ العكس، لو كان عندنا اثنين بيكرهوا بعض تماما، المهندس بيكرهوا بعض بشكل، لو واحد منهم تعين راح يقول للشركة مستحيل ما تعينوش هذا الشخص ولا يمكن نعينه. شو صار؟ ايش كانت احتمالات B بالأول يتعين؟ 0.1. إذا تعين A ايش صارت فرص B؟ زيرو. اوكي، فصار مستحيل بيتعين لانه ما فيش له اي تقاطع مع ايه منهم. اوكي، اذا هدول الايفنتس بنقول عنهم ديبندنت ايفنتس.